عارفين يحموا اللسان، مش عارفين يحموا اللسان، عايزينهم يحموا البلاد، عايزينهم يحموا البلاد. قتلوا الأطراس الأحرار، قتلوا الأطراس الأحرار، علشان وقفوا مع الثوار، علشان وقفوا مع الثوار. احنا جايين النهارده لرسالة بسيطة وسهلة جدا، مكونة من شقين، اللي غلط لازم يتحاسب واشد الحساب، انما الحساب ابدا ما يكونش البورسعيد، اي حد غلط ياخد حساب، انما مصر مش هتحاسب بورسعيد. هي كلمه واحده، الشعب والشعب ايد واحده مهما حصل مهما حصل. احنا النهارده هنا عشان نقول اللي بيحصل مع بورسعيد واللي بيحصل في ميت فار في الشرقيه واللي بيحصل في العمريه ما بيعملش اي حاجه غير انه واللي بيحصل في سينا واللي بيحصل مع البدو واللي بيحصل في النوبه ما بيعملش اي حاجه غير انه كل يوم بيزود جرائم المجلس العسكري جريمه جديده. وعايزه اقول لكم ومعلومات مؤكده، الضحايا 300 300 في 50 دقيقة 300، وهينشر الأعداد، بس هم بيدوها لنا حتة ورا حتة، وعندي مصادر موثوق فيها. الجريمة يا جماعة بالشكل القتل هي فرق قتل مدربة، والقضية مش مجرد أعضاء حزب وطني ودفعوا فلوس لبلطجية. علشان اتوقع ان يحصل تحقيق في في في, في الحادثه اللي حصلت في الاستاد هنا في بورسعيد، يبقى لازم يبقى في عندي دلالات ان هيحصل، ان حصل قبل كده، وابقى عندي ثقه. انا شخصيا تحت حكم العسكر لا اثق في اي تحقيق.